ستنا بسترك يا رب يا كريم. والله العظيم اني خايف على الجماعه. جرب شوف. لا خلها. امك راحت ولا باقي بالصاله؟ مش باقي بالصاله. باقي بالصاله؟ ايه باقي التابه. يلا. لا فك 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 تربع امي تشوف. شفت يا امه؟ شفت كيف يا امه؟ شفت يا امه كيف؟ شفت انا على يا امه دعني ضيف ضيف وفي الاخير ما توقعت ان الوضع كذا. يقول فيها محاور اوكي يقول فيها يقول فيها محاور وفيها وفيها ما ادري ويش. خلاص ترى اقعد باقي حب والله علمه والله. اه يما شوفي شوفي يا خلاص خلاص يا مرحبا يا مسفر. الله يبقيك. الله يحييك. يطول لي عمرك حبيبي يسعدك. بس اسالك اسئله. تفضل يا مسفر. على بال المسبوسه تخلص نكون جديين. وش السبب؟ ايه اوكي. وش سبب خروجك من قناة الواقع؟ ايوه هنا السؤال شوف اللي كل كثير يسأل عنه صراحه. يا سلام. اول شيء في كثير ناس يقول يعني صارت مشاكل وزي كذا فهمت؟ وانا متاكد العالم يحسبون يتوقعون ان الخروج انه بسبب يعني من الاداره وزي كذا فهمت؟ بالعكس انا خروجي كان مني انا شخصيا بظروف خاصه عندي انا شخصيا وراسلت ابو عبد الله توقع الساعه 2 او 3 الفجر. يا سلام. قلت ابو عبد الله لان احنا كنا بنغير فقره اللي فقط مفتش تذكرها. يا سلام. مفتش إيه. الفقره هذه كنا احنا كان فيها بيجي فيها تغيير وما تغيير وزي كذا فكان ابو عبد الله الساعه 3 قلت ابو عبد الله انا ما اقدر استمر انا عندي ظروف خاصه فهمت؟ لان الفقره بتكون بشكل تقريبا بشكل يعني 3 أيام في الأسبوع. حلو. فهمت؟ فقلت أبو عبد الله إذا في أحد يقدر يقوم بالفقرة أو تدمج فقرة مع فقرة ثانية فهذا الشيء رجع لك أنت القائد في هذه النسخة أنت المدير النسخة أنت اللي توجهنا في كل شيء. فرسلت الساعة 3 قلت أبو عبد الله أنا استأذن منك إذا عذرتني مشيت إذا ما عذرتني والله إني معك. طيب. قال معذور يا مسفر وبعد الله يوفقنا وياك إن شاء الله يا ربي يا كريم. طيب. في يوم من الأيام في تويتر كتبت ترقبوا الجديد وما ادري ايش واتوقع انها قناه جديده او كذا ايش وضعها؟ شف وينها؟ طارت؟ لا ما طارت. طيب وضح لنا. لحد الان انا جالس اعمل على خطوتين وهي خطوه واحده خطوتين منها واحده يعني فيها صعوبه شوي صراحه وهي مسلسل يا سلام على ام بي سي. يا سلام الله يوفقك وياك ان شاء الله. ولكن هي اللي فيها صعوبه شوي من ناحيه اشياء يعني حجوزات ومدري ويش ومدري كلام ومدري فمسلسل خارج المملكه من داخل المملكه فظروفي الداخليه حتى ظروفي الداخليه منعتني اني اكون متواجد في القناه والقناه قريبه من بيتي ترى فما في بالك اني انا بتكون مسلسل خارج المملكه فهمت؟ مسلسل خارج المملكه. طيب ما تقدر تتلفها والامور طيبه وكذا وتضبط امورك؟ من ناحيه ايش يعني؟ يعني انت تقول ما اقدر. إيه ما أقدر ظروفي خاصة على شخصية عندي أنا فهمت؟ طيب ما تقدر تضبط أمورك الخاصة؟ بإذن الله تعالى إن شاء الله. الله يوفقك. يضبط العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى. لا بغيت منا شيء بشر بس جعلني ما خلقكم. إحنا ترى وافين. والله نقول وافين جعلني ما عدمكم وأدري أنكم قريبين مني وتواصلكم معي واتصالاتكم لا أنت ولا أبو عبد الله ولا الشباب ولا سالم ولا. إنك والله. والله العظيم اتصالاتكم بالذات. أخ وصديق وغالي. جعلني ما خلقكم إن شاء الله. فالخطوة الثانية احتمال بإذن الله تعالى إن شاء الله 90% احتمال. فكر في كلمتي هذه انها قناه غير واقعيه فضائيه. اسلم اسلم وش فيه؟ اسلم سيارتنا نفس بعض والله صادق اسلم يا عربي فكر اشرك اسلم. فالخطوه الثانيه بتكون يعني قناه باذن الله تعالى احتمال تكون قناه فضائيه وليست واقعيه. فضائية كيف يعني؟ فضائية شوف في قنوات واقعية واقعية فضائية فضائية بس في قنوات فضائية زي ما تقول مثلا زي ما تقول ام بي سي روتانا بس لها قناة أنا بصرح بها الآن قناة شعبية فضائية فضائية شعبية إيش تضمن؟ يعني لو قلت إيش تضمن عرفها الناس لكني أنا جالس أدرس على الحين ترى أسأل الله لك التوفيق آمين وياك والله إني معك قلبا وقالبا يا حبيب أخوك مسفر وبإذن الله إن شاء الله يمكن تكون بدايتها إن شاء الله بعد شهر إن شاء الله إذا الله يسلمك الله يوفقك يعني ما في رجع هنا يعني لو ضبطت الأمور أو شيء شف بكون معك صريح جدا ابو عبد الله اقسم بالله العلي العظيم الا للظروف اللي حصلت لي اني لحد الان مستمر معه بكون معك صادق وابو عبد الله انت عارف
انا في ناس كثيره اذا اعتذرت من القناه ومشت بعد رجعت، حتى لو قلت تعال ضيف ما جاك ضيف، فهمت علي؟ وانا ما انا جيت اليوم دليل طبعا كان بيني وبينكم محبه وبيني وبين الكيان هذا شيء، يعني كياني هذا انا اللي طلعت من هذا الكيان، ان الله سبحانه وتعالى تم الكيان ما تواجد نصف على الشاشه صراحه، وكان عند طعمك البرنامج راح حق مراجل كنت انا متواجد فيه، انا يمكن اكثر من فقره قمت فيها من غير فقره الديلمه اللي دي في القديم اللي قبل نفس ابراهيم في مراجلي، وقمت بفقرات يمكن فقرتين في نفس البرنامج ترى نفس البرنامج، اعتذروا منها المذيعين ومشوا وقدمت انا فيها. انت الجوكر، خلينا نقول الجوكر في ايه. والله سبحانه وتعالى طعمكم هذا الكيان، ثم جمهور هذا الكيان اللي حفزني وتكلم معي وراسلني وشجعني صراحه، ما ما ما, ما تواجدت، ولكن لو بغالي ابو عبد الله انا متواجد في اي وقت. طيب. الا اذا تمت الامور في القناه اللي اقول لك الان، لان الامور لحد الان 90% 80% اسال الله اموري جاهزه فيها. طيب. هنا الفقره اللي تبي تقدمها اللي ترتاح لها وش هي من نوعه؟ يعني انت ما شاء الله قدمت ابراهيم اللي هي الديلمه ايه؟ او نمنه 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 اللي هي الديلمه، قدمت مفتش، قدمت السجن، قدمت وش باقي الفقرات اللي تبي تقدمها اللي بتكون فيها يعني رسمي ما اللي ما تبي تتغير؟ مو بكلمة إن أكون فيها رسمي، أكون فيها رسمي الفقرة اللي تحبها اللي تحب تقدمها. أنا أحب الشيء اللي فيه زي ما تقول يعني ريالتي، مسابقات حركية. يا سلام. ما أحب الشيء اللي يكون فيه رسمي. شوف أنا لو جاني عرض أكون معك صادق، شوف إنسان لازم يكون قنوع وصريح مع نفسه، يعني الواحد لا يحسب من الدعوة خذ جيتك على مقالة وبس على الشاشة، فهمت؟ لأن النجاح نجاح الجميع مو بنجاحك شخصيا. أنا لو الآن أجي الآن في فقرة أقدمها، فأنا ما جسس عن نفسي ترى، أنا جسس على الشاشة ونجاح الشاشة للجمهور وللكيان اللي أنا فيه. فمثلا لو جاني مثلا أقول لو جاني عرض مثلا قال قدم فقرة النقد أو خلك ناقد وراتبك 30,000 40,000 50,000، والله ما أقدمها. ليه؟ مهم ملعبي. صح عليك يا سلام. هذا مو ملعبي اللي اقدر اقدم فيه، فهمت؟ لو مثلا طعمك يجي طعمك يقول يعني قدم البرايم مكان زياد الشهري، مستحيل، مو ملعبي. صح. لكن طعمك لقاءات، فقره حركيه، المطبخ. طيب المطبخ ترى حركيه، المطبخ حركيه. انا كنت في فقره الاباء برنامج هذا اللي راح ابو عبد الله يذكرها، انا كنت مخطط على اشياء يعني قبل خروجي من الفقره، وبعد ذي راح اعطاني الاوكي قال تب، ولكن قدر الله ما شاء فعل حصلت يعني بعض الامور يعني اللي اجبرتني اني اطلع من الفقره هذه اني استلم فقره ثانيه، فهمت؟ فابو عبد الله كان معنا في كل شيء، والله العظيم اني اذكره يقول وش اللي يصلح لك يا مسفر. الله يبين وجهك. فهذا الدليل طعمك ان المدير دائما ما ياخذها بكلمه اداره اني انا مدير، واحنا عملنا مع ابو عبد الله ما اخذ طعمك الكلام، احنا اخوان واللي تبونه مني بشلوبه. مره معطينا المجال يقول تعال هذه فقرتك ابدع فيها بس. مره جيت بدايه البرنامج قلت يا مديرنا الغالي يا مديرنا، جيت كذا وهو مروق يا مديرنا، قال يا ابن حاتم ترى ماني مديرك، انا نفسي نفسك لا تعدني مدير. ترى هذا الصح والله العظيم، لدرجه انه يوم من الايام جاي كذا ويتفقد الكنترول ويتفقد الاداره، تبغون شيء ناقصكم شيء، هذا الإدارة، هذا المدير. صراحة إنه يحرجنا بوقفات. والله العظيم إنه يحرجنا. والله العظيم. أخي تدش الجميل طال عمرك دائما لصار العمل جماعي فهمت؟ فأنا ترى بكون معك صادق، ترى البيئة اللي صار فيها شخص أو شخصين أو ثلاثة يعني طالعين برا فورما، فهمت؟ طالعين برا البيئة هذه. يعني مثلا مصالحهم الشخصيه ترى تختل الاداره. اكيد فهمت علي؟ يعني لو صار بعد ايضا في تدخلات يصير في خلل في الاداره. طيب انا اقول ما ابو عبد الله، شكرا لابو عبد الله، والله تقول صادق. والله شكرا. أيوة والله. ولا توفي حق اي انا كل التقدير شخصيا. طيب مسفر، اكبر فرحه عشتها في القنوات الواقعيه سواء في برنامجك ولا سواء كنت مقدم سواء يعني ابيها في البرنامج، اكبر فرحه عشتها؟ اكبر فرحه طال عمرك، انا نزلت لي صوره قبل البارح، انت كانك جاي على الجرح، نزلت لي صوره لابو عبد الله وكان لابس ثوب اسود في الشتاء، وكانت اللقطه هذه حتى سالت الجمهور عنها ونزلت الصوره هذه قلت هذه لها ذكرى
خاصة عندي يوم كان سداد ديني في بزنس واحد، فكان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم جمهورنا الغالي ثم أشكر أيضا باسمي صراحة أشكر مسكوه كان لها فضل كبير بدر سبحانه وتعالى على حملتها وعلى وقفتها واللي قاموا معها من الجمهور، وأشكر أبو عبد الله لأن أبو عبد الله ما تغاضى منها. شوف لو كان فيه مدير ثاني في لحظتها يمكن يقول طال عمرك لا ما تطلع على الشاشة أو معلش اعذرونا، فهمت؟ فكان الشيء واصلني من الجمهور وافق عليها أبو عبد الله وأعلن فيها أبو عبد الله ذاك الليل، وكان معنا الشيخ سلمان الجبلان توقع الكرة وقتها، فكانت الفرحة غير طبيعية جدا. تقدر تذكر لي كم كان ديالك ولا عادي؟ ترى أنا أذكر لك، شوف المتبقي علي الآن شيء بسيط فهمت، لكن طاح مني جزء كبير حول 250 إلى 300 ألف. ما شاء الله 250 ألف تقريبا. إيه والله ترى وقفة عظيمة، والله الوقفة وقفة عظيمة يا أخي في الشيء هذا. بيض الله وجهه. شوف مهما حصل مسفر في هذه القناة، يعني طلع منها مسفر زعل من أحد، من ترى يبقى الزعل شخصي مو بالكيان. بيض الله وجههم. اي والله ابى اشوف ذا لان شميت ريحته. تفضل طعم خلنا نسولف احنا. اوكي اتوقع انها احترق. الله يبيض وجيههم والله العظيم. هذه فرحه صدق والله يعني العظيم. تخيل اني شايل حمل والله العظيم انه صدق حمل صدق. انت تدري يا عون سلمت. في لحظتها شوف الله سبحانه وتعالى هو الرازق سبحانه. ما ادري زانت ولا باقي شو من تحت. صدق انها ضبطت. إيه بس متفخة. إيه كذا هي. خفت انفجر. أسلم مسلم. خلني أشوف اللي تحت. ما تنفجر الله يوفق عدوك. شوف قسم بالله يا مسلم. ابي اطلعها. يا معون الكيكه اتفخت. الكيكه غدت كهرش عون ذا كبره قالت كذا. والله متفخه الكيكه. لا ضبطت باقي لي فوق. طب دز ذا سكين. لا لا لا, لا 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 حلو. اسلم. طيب شوف بقول لك شيء. العودنا للجد فهمت؟ دائما خل علاقتك دائما. شوف البشر مسخرين من الله سبحانه وتعالى. يعني لو كان عندك مال انت عون ولا ظروفك طيبه وزينه ومثل طعمك اني ادعي الله سبحانه وتعالى الله يفرج لي همي هذا اللي انا فيه. امين. ويسخر لي من عباده الصالحين فهمت؟ يمكن الله سبحانه وتعالى في موقف كذا ما تدري شلون جاء مع عون. يقول عون تعالى مسفر امورك متيسره عندي فهمت؟ اذكر انا في لحظتها قبل دخولي القناة هذا الموقف. اصبر القهوه بيجي. هذا الموقف يا عون صراحه اني كنت بتكلم فيه من زمان ترى. سلمت. الموقف هذا انا كنت في لحظتها كان عندي قبول في اعادتي للعمل. شفت ترى الناس ما يدرون عنها الآن. وكان عندي قبول في القناة. مزبوط؟ سلمت. كانت رجعتي للعمل وقتها كان طال عمرك أبي أمشي أموري في راتبي لأسدد الديون هذه اللي علي. ترى شف الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ من الدين. في بمعنى حديث أنا ما بحافظه كامل ولكن جزء منه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كيدعي بهذا الدعاء. في اخر الدعاء غلبت الدين وقهر الرجال فهمت؟ فكان الدين ترى شيء قوي مره. فقدمت انا طعامك جاني قبول في ايش؟ في عودتي للعمل اللي انا كنت فيه. وجاني قبول في القناه. ذاك الليل طعامك قمت الساعه 2 جلست مع اخوي سعد، امسي عليه بالخير اخوي سعد الحين يتابعنا. قلت سعد ايش رايك ابو مانع؟ قال ابو مانع استخر وشوف ايش اللي تبيها. والله اني مصلي ركعتين ورافع يدي سبحانه وتعالى ومستخير. اذا رحت العمل فاكيد جزء كبير من راتبي بيروح ايش؟ سداد الدين هذا فهمت؟ أكيد. يا بس ابي اقضي. شوف دائما الانسان ينوي النيه الصادقه الصالحه يكون تكون مخلص فيها فهمت؟ ترى الله بيفرج عنك. او اني ادخل القناه يمكن افوز باحد المراكز. يمكن تذكرون الجمهور كان مسفر ملعلع في البث. كان مسفر ماكل الجو في البث فهمت؟ بعد سداد الدين جاني دروب قوي. دروب نزول. ليه؟ يا اخي صرت اكره الشاشه خلاص. الله اعلم وش اللي حصل الله اعلم. ولكن اقول يدك اني ايش؟ اخترت القناه ودخلت القناه. وبعد في يوم 29 في البزنس واحد جاني طعمك خبر العصريه مو بخبر من سد الدين. في شخص جاني قال مسفر عليك دين؟ كان عنده خبر هو. قلت له يعني ايش فيه؟ قال بس اسالك ظروفك زينه؟
كنت الحمد لله رب العالمين الامور طيبه ما كان شيء ماشي عايش مع امي ومع اخواني وما في بيت. طيب قبل ما تكمل كلامك الان وصلت اذان صلاه العشاء ابيك تذن وان شاء الله باذن الله نكمل بعد الصلاه باذن الله تعالى ان شاء الله قبل ما تحترق الكيكه هنا ولا هناك روح اذن وين في المسجد ولا هنا في المسجد يلا الله يا مسفر والله العظيم والله الله يا مسفر والله انتفاخات هذه ما بتفاخات خير ان شاء الله يسلمها يا رجال والله العظيم انها من تفخه قالت كان كوره خلي طلع اشوف هو كذا الكيكه ايش عرف طيب خلي محركه اللي ذي روح اذن بسرعه خلي محركه هذه تلبس الله الله اقسم بالله شوفوا بسم الله بالله شوفوا مدري هذه يعني يبي لها تحميل زيادة لا وين حطها طيب شوف 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 التحميل شوف الجمال شوف الله أقسم بالله إني بطل شوف والله أبشر بسعادك الجهة هذه باقي ما بعد تحمرت أبغاها تتحمر ونرجع نحط عليها ال طيب قفل عليها لين ما تضغط امورها كيف اي بس خلاص وزعت الامور طيبه بسم الله يا ود اليوم انا سويت انجاز اقسم بالله طيب ننتهي